أعزائي المتابعين والمشاهدين، قبل أن نبدأ بمقطع اليوم لازم أقول لكم أن جاني شكر من شخص لكم. مين الشخص هذا؟ نون يا جماعة، الله يعطيكم العافية، دعمكم في آخر إعلانات قاعدين يقولون نون تسوي لهم خذوا اس 6 بي مره ثانيه، خذوا زياده. والان يا اخوان نون بدوا بعروض عيد الاضحى، صارت الخصومات توصل الى 70%، وبكره من تاريخ 20 جون الى 22 جون عندهم عرض على الملابس والاحذيه، تاخذ واحد والثاني لخويك مجانا او لك براحتك، 70% خصومات على العطورات وعلى الاجهزه، اشياء مش طبيعيه. وفوق هذا اكيد يا اخوان اس 6 بي يو اربع حروف بنون تعطيك خصم فوق الخصم، وكل هذا من تاريخ 20 جون الى نهايه الشهر. عليكم بالعافيه واترككم مع المقطع، ولا تنسون الرابط تحت. اعزائي الساده المشاهدين اينما كنتم، اليوم هو اليوم الذي فيه سترون عجائب المقر على ظهر فيصل. يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا اخوان. ايش المقطع؟ انت لخمت صح؟ هذه لخمه والله انه ما يدري. ثواني طيب يا جماعه، فيصل تو جاي ممتاز نورنا والله، هذا وهذا بث مباشر الان احنا على الهواء صحيح، وبرضه يا فيصل بنجيب مقطع يوتيوب صحيح، اول مره تدخل المقر صحيح، اول مره تقابل الشباب صحيح، من لخم بتلقم الان. طيب ابراهيم على دش التحدي، شوف بتلاحظ شيء المكتب عندي قطع مره كثيره حلو، نبغى نفتحها. ايش حيصير عندك؟ كل واحد بيعطيك تحدي، على كل تحدي تفوز تشيل قطعه كامله. بالله عليك الجوال من ضمن الجوال. دقيقه لا 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 ما كان التحدي هذا، لا لا وعد قسما بالله يا اخي. ثاني واحد ابراهيم، بقول كلمه بقنا ان على كل تحدي صار ضربه. لا 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 والله ما اعطيه، والله ما اعطيه، لا تعطيه يا عيال، اقسم بالله انه مو كلام. لا والله لا 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 البي سي، لا 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 البي سي حلو، اذا بتاخذ بي سي واحد لازم تفوز تحديين ورا بعض. طيب اوكي بوافق بس بشرط تعطيني تحدي اذبح ثلاثة بالجيم وتفوز تاخذ. لا 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 تحدي رجال الشات عندك، عندكم تحديات؟ ايوه جاهزين يا عمري، ليتس جو بسم الله. اول حاجة يا جماعة، اذا انت قاعد تطلع المقطع عزيزي المشاهد الان وما سويت لايك سوي لايك، هذا رقم واحد. اشتراك يا اخوي اشتراك. طيب المهم يا جماعه، هذه الفكره اللي طلعوا فيها العيال، قالوا نبغى نصور مقطع الان مع دخلت فيصل ونزله واحنا عينا التحديات. انا ما توقعت ان الموضوع بيكون في اجهزه، لكن انا بسمع اذا والله شفت التحديات ما هي بذيك المعقوله. السلام عليكم، انتم مقطعكم مدري هو علمت نسمي بالله نشغل فورت. لا على بركه بسم الله، كل واحد بيقول التحدي حقه صدق الان. التحديات بالله اعطونا تحديات محترمه. يعني فيصل دائما يعطيك تحديات صعبه، بما انك نورت اليوم في المقر وجيت الرياض وتعنيت من الشرقيه الى هنا، راح اسهل لك شوي. انت تلعب ماوس كيبورد صح؟ اليوم تلعب كنترول، فوق انك تلعب كنترول. ايوه تحس بالموضوع بس. لا 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 عندي سوي انفرت فيو فوق تحت تحت فوق. ممتازه هذه ممتازه ممتازه. يعني بسيط فوز الجيم بس. ايوه طيب جاهز تحدي ناصر نبدا فيه؟ صحيح بسم الله. سولو سولو توكل على الله، واحد والله واحد فوز فوز سلامات. اثنين بدون فوز موافق سلم. والله اني ساعدتك وجهدوها، لا احد يكتب في الكومنتات صح. ممنوع تغير من الان صح؟ لا انا اقول لك ممنوع تغير، والله انك زليت زليت. طيب والله ما تجيبها، انقلها ربي اقسم بالله الا حاول ما تجيبها. البيت بيت الكلب. بالله ما تتكلم، بالله ما تتكلم. ركز معي بارك اليوم خاطري بيسيك مره بيسيك. والله انقلها ربي. قول لي كم شاريه كم شاريه بيسيك؟ والله انت ترى دائما يكونون معاك في البيت هذا ناس، لازم تنتبه ليش من الناس اللي يكونون في البيت. لا 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 بس لازم طاقه 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 ممتاز. بسم الله عليك ان شاء الله. في واحد فوق ها؟ لا القهوه ممتازه، القهوه ممتازه القهوه ممتازه. دائما البيت هذا بعد يكون في ناس وفراقات حلوه. الفراقات ايوه كسر السقف صعب مره. والله اوريهم واحد فوق. تبغى بانكيك ثاني؟ لا ما يحتاج، الا بانكيك. والله خلني واحد فوقي
هل عني باك شو بالايم كل زق شكله بد بانكيك بانكيك ما كان والله لا لا ما فرقت سفاحة العافية سلك والله سلك سلك ايش مو ما رقص ولا سوى شيء سلك ايش برضو تحديك طيب شوف انت تحدي انت اثنين تلعبون ضد بعض بس كيف مخيف محبة بس كيف والله ابراهيم فنان نشوف الان الواحد يلعب جيم لازم يخلص الجيم هو فايز وقت وقف الوقت في وقت حيشتغل اذا ما حد فينا فاز عادي اذا انت زبالي طيب والله اذا ما حد فينا فاز اوكي تمام اوكي تمام سلم عليه تمام اتفقنا خلاص صدقني هو تبي كول اوت مني نص الجيم متسيرها صح لا لا طلع بسم الله قول بسم الله قولوا ما شاء الله ايه قولوا ما شاء الله وحطوا لايك حطوا لايك كلهم التحدي انا راح تلعبه جيم عندك وجيم عندي اعلى كيرس بين الاثنين النقطة لها بس فيو انا بحاول يمازج لكن يجب الله يوفق الله يوفق كذاب والله خوشي يا ابوي والله كذاب انا قاعد اعلمك بالله يمرك يا مسخرونك يا المسخره تعلمك تحدي على ايش تعلمك كل نقطه يجيبها ياخذ قطعه من ستب يا جماعه نعم عنده اربع قطع ياخذها إذا جاب ثنتين ياخذ البي سي حقي. ظروفهم توك ايزي. والله. كسر عليهم الدرجة هذه بس الدرجة هذه. بخير يدك اكتف البعد. درج. ايوه. كمل. تأكد. نزل واحد من فوق سنايبر. أنا قاعد أعلمك. يا ساتر. لا اكتف ال. شوف. يا ساتر. حبيبي ورب العز انك هرقت والله يا صوتي اللوت ما شاء الله اللوت هدي من قلال هدي لا مي كيف احترم ما اعرف بلعب كيف احترم يا رب الكعبة ثاني حلف والله بسوي اني ما اختار اني ما احترم واني ما اعرف احترم اني قاعد اضغط بيه من اليوم اني ما يحط قوم يا اساس الظهر اعطيك كف شربني بسرعة شرب شوف حركات متوسط هذه بعطيك كف على عينك بسرعة شرب اكلتك انا قرب يلا شرب لا لعن شكلك شرب يلا قرب زيادة شرب بسرعة شرب حلوة يا ربي بسم الله يا جماعة الخير دبعتين أنا أكون متعادل معه فوقها وين
وباذن الله ما تاخذ ولا قطعه من ستب باذن الله. انزل مشتي سلك 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 والله سلك والله سلك. تعدلت 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 لين فيصل لا ترك وجهي. الله 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 ورب العزه والله العلي العظيم. فيصل جبت 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 ما ابغى وين راح البت؟ بس لا 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 بكسر عينك بجيب الجيم وين. ايوه لا تحرك الماوس يا كال فيصل. لا لا عاد بلا خلع جبت الجيم انا شنو ممكن ما ابغى اشرب. لا عاد عاد حركت لو حركت القهوه بذي السرعه وانكبت علي شو شرابي اقسم بالله لا زعلك. طيب يلعن ايم يا خلاص شوف السلك شوف السلك شوف السلك فقعت امه بهذا الشيء اللي قدامي المرين. بس بس علي بس علي اصبر 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 فيصل لا تحرك الماوس. بلغت كلامي واضح بلاغي واضح معك. فيصل يا ولد مزحنا واقف الله لا يوفقك يا صغير يا ما تطلع على عيونك هذه اوكي طيب حلو والله ما تفوز حلو هذا ايش؟ حلو اكسسوارات معه ايوه ايوه وانا اشوف من خشمي ولا من كذا تلعب الجيم تذبح فيه خمسه كيف اشوف؟ كيف اشوف؟ كيف اشوف؟ شوف انا اشوف هذا والله شوف كم هذه؟ هذا اربعه جيب تحدي القناع الحالة احسب لكم مرتين عن التحدي كفايه منكم تراني باخذ بيسير بيسير تدري وريك بتفوز تفضل تحدي تفوز فيه تذكر ها حرك الماوس التحدي الاخير اذا فزت فيه تاخذ نقطتين اذا ما فزت فيه ما بتاخذ ولا حاجه حبيب. ترجع الدبام على اقرب رحله الماوس الهولي ايوه ما شفت شيء والله مكسوم ومتفش بقدر بالحرم بالحرم لا تاكد اي والله ايه جبت 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 بعرق نمت يا سلام يا ربي يا ربي احمد انا ما اقدر انا احس فر قلبي فرت اللي في الهوى مفترله ما يوردها علياني ولا جفالي كونكورد صمموها صانعين الذره واستعدت تطوي الامتار والاميالي واستلمها كابتن تصميمها ما غره يتفنن في قادتها بدون اشكالي فرها فوق المدرج مرتين ومره لين عرض جنبها صفق الهبوب العالي وجر قلبي جر سويت لك تحدي ويت اللي علي ما قصروا معك والله ما مين ما قصرنا العيال عيني عطوك تحديد ساعدتك انا فيها صح بس انك ما جبتها صح انا قصرت فانا سويت اللي علي اللي اقدر اقول لك اياه استاذي وعزيزي واخوي فيصل انه جي جي والان نقدر نقول انه الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع الله يعطيكم الف عافيه شكرا لمشاهدتكم شكرا لمتابعتكم كل اللي اقدر اقوله باذن الله محتوى وحاول فورت قدر المستطاع انه يكون اقوى واقوى والله يسعدكم نشوفكم ان شاء الله في مقطع اخر يعطيك الف عافيه في الاخير ايش تقول لهم اقول لهم لا